الأسباب نتاع الخيبة والكارثة اليوم تفسيرك ليها بعد الدوش؟ سواش حتى جواب شاقة تفسير بعد الدوش ولا ولا بشي يرقد ليلة بشي يلقى تفسير سكيسيون مع ديسيبسيون مع كبيرة كل جوار تونسي كل الشعب التونسي كل شو عليك حاشم باش نغب شو نقول لك معناتها تنجم تحكي على تحذيرات تنجم تحكي على تكتيك تنجم تحكي على اهداف تنجم تحكي عم تلقى حتى تفسير الماتش ديسيزيف في بلادنا نخسروا بالطريقه هذه. معلول قال نتحمل انا وحدي المسؤوليه، انتم الملاعبيه وينكم اليوم؟ اي مدرب معناتها بطبيعه الحال يقول الكلام هذا لكن ماهوش وحده يتحمل المسؤوليه ماهوش يلعب هو في الاقتناع هو عطى الثقه وحضر لاعبين معناتها باش يدافعوا على لون تونس واللاعبين هذوما ما كانوش في المستوى اكثر من هذا معناتها ما نجمش نفسر لك هذا التفسير اخر البلاد معناتها هون جنرال تعذب فترة صعيبة يمكن النقطة الوحيدة اللي كانت نجم تفرهد التونسي وترجع له شوية ضحكة احنا ما كناش في المستوى باش نرجعوا الضحكة هذه دوماج نهاية كريم حاجي مع المنتخب من عمر كان المنتخب مربوط باسم جوار ولا مربوط باسم مدرب ولا مربوط باسم ماهوش هذا الاشكال ماهوش هذا اللي نحبوا نوصلوا له اليوم حتى جوار في نهار ولا في سنه ولا في سنوات يروح بعد نتائج ايجابيه وسلبيه لكن لي ديسيبسيون ولا معناتها الحلول اللي يلزم تتلقى في الكره التونسيه هي الاهم من الاسامي دونك بغض النظر على اسم ولا اسم مدرب ولا تركيبه ولا لاعبين اليوم أزمة كبيرة في كرة القدم التونسية تخيلنا اللي نجموا نتعداوها بالمباراة هذه بالكاليفيكاسيون هذه لكن مالوغوزمون معناتها معناتها كذبنا على رواحنا يمكن وحتى كذبنا على الشعب معناتها أعطينا أمل كبير ديسيبسيون كبير كريم كي نلقاو 8 كريم كي نلقاو 8 على 11 لاعب اليوم خارج الطرح من الاول تحت استفهام كبيره 8 ملاعبين ما كانوش في نهارهم اليوم والله كنت نحكي لك الحقيقه ما تنجمش معناتها سامحوني معناتها نحب نواجه الاسئله نتاعكم لانه شعبي يستنى في 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 معناتها تفسير نفهم الكلام هذا معناتها اما تصدقني معناتها ما تلقى حتى تفسير سورتو كريم يلزم تفسير صحيح صحيح مانيش صحيح خاطر كي تسمع كلامي عاد معناتها جو سوي تري سانسير معناتها وهذاك اللي نحس وهذاك اللي نخمم وهذاك حتى تقعد بعد الماتش ساعة وتخمم ونتصور تقعد غدو ومن بعد غدو اي اما كريم الكلام هذا سمعناه 14 نوفمبر 2009 في الموزمبيق ويتعاود اليوم معناتها الى متى باش يقعد الكلام هذا يتعاود معناتها والله انتو كان الطريق انا معناتها طلبت مني تفسير حاولت معناتها باش نفسر لك نحاول معناتها باش الشعب معناتها نوصل له اموا تفسير لانه معناتها مسؤوليه كبيره كنا قدامها واحنا قدامها توا لكن معناتها سي ديزولي اذا معناتها ما نجمش بيان سور فما حتى نقطه معناتها كلامي نجم يفهموا الشعب اليوم علاش ما ترجحنيش كل الظروف كانت معناتها مواتي في بلادنا معناتها انتصار ولا ولا تعادل يعدينا مالوغوزمون ولا باسي اكوتي بطبيعة الحال قلت لك هذا الكلام معناتها ماهوش مربوط بلاعب ولا مش مربوط بمدرب ولا بجروب اليوم أزمة كبيرة تقوم تعدى بها كرة القدم التونسية كانت بصيص من الأمل وكنا نمنيو في رواحنا اللي بعد المباراة هذه يمكن ندخلوا في صفحة جديدة لكن مالوغوزمون سيتي با لوكا
والظاهر معناتها اللي ما زالت الازمه بتاع كره القدم التونسيه ما زالت موجوده.